منذ أن تمت عملية الخصخصة في عام 2008 وحتى اليوم أنفق المالك على هذا المنتجع حوالي 2 مليون يورو على إعادة هيكلة المنشآت وتحديث التجهيزات الطبية، وتم توظيف كوادر فنية شابة. وقد حصل غورني تريبشا على وضعية المنتجع منذ أواسط القرن الماضي، واعتبارا من هذا العام حصل أيضا على وضع المستشفى الخاص الذي يرضي الاحتياجات العلاجية وكل الضيوف الأجانب الذين يطلبون الكثير. المشفى الطبيعي يوجد في الجزء الجنوبي من منطقة شوماديا، ويقع بين مدن غورني ميلادونوفيتش وشاشك وكراليفو على ارتفاع 460 مترا فوق سطح البحر. يوجد في منطقة يسودها مناخ قاري معتدل بدون تقلبات مناخية كبيرة في فترتي الصيف والشتاء. يقع في وادي تشاشك الخصيب، وهو محاط بغابات دائمة الخضرة وغابات نفطية، كما يوجد فيه نبعان للمياه المعدنية الدافئة وهما جوهر هبة الطبيعة. درجة حرارة مياهه تتراوح ما بين 27 و 31 درجة مئوية، وتحتوي على تركيبات معدنية مركزة. الاسم الكامل لهذا المنتجع هو منتجع غورني تريبشا الذري، وقد حصل على هذا الاسم بسبب محتواه الكلي لعناصر نادرة مثل اليورانيوم والكوبالت والليثيوم والسيزيوم وغيرها من العناصر الأخرى. هذه المياه المعدنية الحارة ذات نشاط إشعاعي خفيف يؤثر بصورة إيجابية على جسم الإنسان. المياه الدافئة تستخدم بطرق مختلفة في المعالجة الطبيعية، ويوصى الضيوف بشربها يوميا بحوالي لتر ونصف لتر من هذه المياه. أكثر المرضى الذين يأتون إلى هنا للمعالجة هم ممن يعانون من الروماتيزم، مع أن المنتجع مشهور بمعالجة التصلب المتعدد، وهو مرض عصبي صعب. وللأمراض المستعصية التي لا علاج لها يقدم المنتجع الذري أفضل فعاليات النقاهة. وهذا هو السبب الرئيسي كون أن نفس المرضى يأتون إلى هنا مرتين في العام. ومنذ الثمانينيات من القرن الماضي يأتي الضيوف بصورة منتظمة من إيطاليا في مجموعات ممن يعانون من مرض التصلب المتعدد. وفي حاضرنا فإن سلوفينيا هي البلد ذات المنتجعات الصحية، البلد الوحيد الذي يرسل المرضى بهذه التشخيص إلى هنا للعلاج على حساب صندوق التأمين الصحي. وإلى جانب المرضى من الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة يأتي للمعالجة وللراحة والاستجمام الضيوف من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا واليونان وروسيا. المشفى الجديد المتخصص سيتسع ل 122 سريرا، وبذلك فإن سعة المنتجع ستزداد 180 مكانا. في الطابق الأرضي من البناء مجمع خاص بالعلاج، وذكرت متحدثتنا أنه يخطط للموسم القادم توسيع المحتوى الترفيهي في المنطقة المحيطة على نهري درينا بالقرب من بلدة ليوبوفيا، حيث يجري بناء مركز صحي الذي سيعرض خدمات ترفيهية مثيرة وسياحة صيد الأسماك والصيد، وكل ذلك خدمة للصحة. ومثير للاهتمام المعلومة أنه يجري من المنتجع الذي يتم تنظيم رحلات إلى الأماكن السياحية التي يزورها السياح عادة وكثيرا مثل جبلي تارا وزلاتيبور. ويبدي ضيوف المنتجع اهتماما كبيرا لزيارة المعالم الثقافية وحوالي 10 أديرة الموجودة في الممر الجبلي أوبشار كابلارسكا.